يا لا يقصرش. التاكسي وما يطلقهاش يا صاحبي. الخميس ولا ولا ايه ورقة نسجلوا لك سيدة اللايف حتى عقبيلة مسكين يا لاتي يا زاد لها الضراب يعني وش نوتو ماشي ديالو ولا ديالي كله ديال با حدا ما نسوش كلك راه هذيك النوتو الامن الوطني في قيد موتيكو كانت غير في البارشوك شويه هذا السيد زاد لها البيبان زاد لها واحد من مواش تحل عاودي هاد قلت لك يوقف ماشي كسايد قلعوا له قيف قد برك لي من واخا قيف ولا بلا قيف قبيحة كلشي بحال سيدي النصر مازال قصارة ديمومة فين كان الخرز خدام وزيرناه وهو يعترف دار على ضربة المخزن قالوا نزيرو يماه يا عبد الحسين يشوفك تصوره ويديك للديمومة يزيرك وتعترف تعترف بلي ما درتوش قال لهم واحد في الجريمة اعترف بها هو ما دارهاش شفت اللي قالوا له علاش قال لهم شفت ضربوا واحد قبلي وانا وخفت راح نزل شعل الاخضر واش تا بغيت هي ربع لي برات ام براس انا اللي قبله هو اللي راه دار ملي دار ربع مسكين كاع شارع الحب راه خاوي تواجدوا الان بشارع ابن سينا المعروف بشارع الحب وهو من الشوارع البارزة في مدينة بركان يعرف رواجا مسائيا يوميا زيد المال كمل قرواج مع الكورونا والقرواج انه يوجد وسط المدينة ويحتوي على الو محلات تجارية وصفها قيش 10 منوت الدنيا اوكي هي 10 منوت يا خو وركب لينات لا والو انت عليك لو يخرج بقية 10 منوت معليش الخشن 10 منوت الخشن هادي نيريغ هادي نيريغ كنت تما هادي نيريغ هادي نيريغ هادي نيريغ واش الدر لها مردتها راه هادي نيريغ ايريغ لا قالك غير باش يختلفوا علينا صافي هذيك غير قضية تختيل باش ما يكونش بحال بنيز ناس مورا ما كانش شي حاجة ياك بنيز ناس نقولوا لا بس سيدي حنا نقولوا الراء وانتو ما سكتوا راح نسجلوا في الفيديو يا قاري اه صحاب انت بحالين اه شكون يشري عليك اوليدي فهاد كورونا والجافة ما كان لا عراس لا الناس راه اليوم في كورونا تزوج دا بلا خاتم ماشي غير بلا زر الدواء بلا بلا كانت كاع اه الناس راه غير حال هذيك لا هو لا هو ما تبخصوش الزواج كاع لهالدرجة الزواج حاجة زينة ولكن الواقع حاجة مرة اللي جديد تجمعوا حوايجهم سير تدخل تدخل في التحتاحة تدخل باش تشوفوا التحتاحة في الليل التحتاحة شنو غير التحتاحة بركات ها هو الساحة ديال الأندلس يبان غير الزنك ما عرفناش راهم يديروا للداخل مخلفات البيع وتجويله آه تحت ها المخلفات كان غير الميكا علاش كنقول انا من حق السلطه تجري عليهم ايه وما عندك ما دير نورمال ما خصها تبقى سوق هاي ها الميكا بنان كي قال واحد واعي واحد ما واعيش ما تيش تخدم الصندوق الرومبو رومبو عباره عن زوبيه رومبو فيها تهرب تاع الزب ما كنبغيش نرجع لهاد الرومبو وقف دوك تحياتي وقف